يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شركة تأمين تأخذ من الناس مبلغا من المال للتأمين. نعم. هناك شركة تأمين تأخذ من الناس مبلغا من المال للتأمين عليه، ثم بعد 3 سنوات ترجع هذا المبلغ للشخص المشترك إذا لم يكن عليه متطلبات تأمين، فهل هذا الفعل جائز؟ صدر قرارات من هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، التأمين التجاري بجميع أنواعه، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأن فيه الربا وفيه الجهالة وفيه الغرر وفيه الخطر، فيه آفات كثيرة. نعم.